إذا نأخذ من الآن مثال حسابي على سكوري كيجن دكشن موتر إفشنسي. هلا إحنا لو فكرنا في أي ماشين، في أي موتر، وأنا راح أفكر في باور كونفرجن ديفايس، لأن عمال بحول الباور من شكل لشكل، الموتور بحول من أي شكل لأي شكل. الإلكتريكال ميكانيكال مش هيك؟ لأنه هون بعطيني ميكانيكال باور أو إنرجي، وهون باخذ إلكتريكال باور أو إنرجي، وبفكر هون في الموتور كإنرجي كونفرجن ديفايس. وطبعا رح يكون في عندي هون efficiency مظبوط، لما فيش جهاز 100% efficient رح يكون الباور ميكانيكال اللي موجوده هون والباور الكتريكال اللي باخذها، اذا الباور ان بتساوي الالكتريكال باور والباور اوت بتساوي الميكانيكال باور. طب الافيشنسي شو بتساوي؟ الاوت على ان، اذا عندي efficiency بتساوي بي اوت على بي ان مظبوط. طيب الانبوت الكتريكال باور لو هذا 3 فيز سيستم، لو هذا 3 فيز سيستم كيف بحسب الالكتريكال باور اللي داخل على هذا المحرك؟ جذر الثلاثه، جذر الثلاثه تمام، كمان ايش؟ في في لاين ار ان اس، في لاين ار ان اس كمان في في اي، ايش لازم يكون الاي؟ لاين ار ان اس كمان كوساين ثيتا، كوساين ثيتا تمام، احسنت يا مصطفى. اوكي ماشي، بتذكرينه هذا؟ اذا عندي 3 فيز باور ما اخذتوه؟ ما اخذتوا 3 فيز باور؟ اذا عندي انا، اذا عندي لود عماله باخذ، يعني لو عندي لود بشكل عام الكتريكال لود وانا واصل عليه هون 3 تيرمينالز 3 فيز باور، هذا الفولتج بين النقطة هاي والنقطة هاي راح اسميه في لاين، وهو نفسه الفولتج بين النقطة هاي والنقطة هاي في لاين، والكرنت اللي بمر هون ايش بسميه؟ هاي لاين. حتى احسب باور ما بتعامل مع بيك ولا بتعامل مع افرج، مع ايش بتعامل؟ دائما ار ان اس، مش هيك اتفقنا؟ حسابات الباور بستعمل فيها بار في ار ان اس، اي ار ان اس. لو كان عندي سنجل لود راح يكون في في الف كوساين ثيتا، بس راح يكون في فيز في اي فيز في كوساين ثيتا. هذا 3 فيز سيستم، فالباور اللي بيسحبها هذا اللود، يعني هون هلا في باور عمالها تنتقل من السبلاي لهذا اللود مظبوط، حسابها هاي بتعتمد على في ار ام اس اي. هلا شو يعني في لاين في الحاله هاي؟ يعني هو الفولتج ما بين الترمينال والترمينال مظبوط، او بين الترمينال والترمينال، او بين الترمينال والترمينال، مش لانه اللود ممكن يكون ستار كونكتد ودلتا كونكتد مظبوط، مش ممكن هذا اللود في الداخل يكون ستار كونكتد او دلتا كونكتد. والاي لاين هو نفسه كمان الكرنت اللي بيكون هون، بغض النظر اللود هذا كونكتد ستار او دلتا، راح يكون عندي هذا الباور، الباور اللي داخل على هذا السيستم راح تكون سكوير روت اوف 3 في لاين اي لاين كوساين. يمكن تاخذوه بسيركت 2، تاخذوا هذا بسيركت 2. طيب هذا هون بيمثل الباور اللي داخل على هذا السيستم، ليش باخذ كوساين فاين؟ ليش بيهمني كوساين فاين؟ لانه بدي ريل باور مظبوط، متذكرين؟ الكرنت والفولتج ممكن ما يكونوا ان فيز، في فيز انجل بينهم، كل ما صار في فيز انجل اكثر ما بين الكرنت والفولتج لازم اخذ بعين الاعتبار كوساين فاين عشان تعطيني الريل باور، لانه هذا الريل باور. شو لازم تطلع لك انت هاي؟ واتس، مش هيك؟ لازم تكون واتس اللي هي جولز بير سكند، اذا هذه الانبوت باور اللي داخل على هذا السيستم. طيب الاوتبوت ميكانيكال باور شو هي؟ ار بي ام، اوميجا في ايش؟ في التوك. اذا عندي في اوت اللي هي في ميكانيكال تساوي تاو، انا راح اعتبرها هون الريتد مضروبه في اوميجا، يعني اد فول لود، لان اللي بتحسب الافشنسي اد فول لود، فهذا راح يكون الاي فول لود وهذا الريتد وهذا الريتد. واضحين هذول العلاقتين اللي هون؟ الاوتبوت هو ميكانيكال باور، الانبوت هو عباره عن الكتريكال باور، اذا بدي احسب الافشنسي تبعت هذا المحرك وهو بيشتغل اد فول لود، طبعا الافشنسي تبعته راح تختلف، اد فول لود ما راح تكون زي اد نو لود. احسن افشنسي راح تتحقق عندي لما يكون بيشتغل على الريتد لود. اذا حتى احسب الافشنسي لازم احسب الانبوت الكتريكال باور والاوتبوت ميكانيكال باور. خلينا نشوف كيف بدنا نحسبهم. اول شيء
طلع هون، ايش السرعة؟ ايش السينكرونس سبيد تبعت هذا المحرك؟ على ايش بتعتمد السينكرونس سبيد؟ شو هي السينكرونس سبيد بالأول؟ ايش اللي بلف على السينكرونس سبيد؟ الروتيتنج ماجنتيك فلكس، الروتيتنج ماجنتيك فلكس، الكونستنت ماجنتيك روتيتنج ماجنتيك فلكس هو اللي بلف على السينكرونس سبيد، مش الروتر. الروتر حتى يعطيني تورك على اي سرعة لازم يمشي؟ اقل منها بشوي، اقل منها بمقدار قديش؟ 500 سبيد. اذا لو رسمنا العلاقه هون راح نلاقي العلاقه ما بين السبيد والتورك لهذا سكويل كيج اندكشن موتور مثلا تطلع شيء زي هيك. الفرق بين هذول السرعتين والفرق ما بين السينكرونس سبيد اللي بلف عليها الكونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس وهاي اللي هي بيمشي عليها الروتور، ايمتى بيمشي عليها الروتور؟ على اي تورك؟ على الريتد تورك. اذا هذا هون هو التاو ريتد تورك. الفرق بين هاي وهاي شو بيمثل؟ السليب تمام، وبدي احوله طبعا لا، وبتتذكروا قلنا السليب هون قديش قيمته؟ واحد هون قيمته؟ زيرو. السليب قيمته واحد وزيرو، هون راح تكون قيمته زيرو. قديش الريتد سليب عندي بالحاله هاي؟ 1.67. ايش بيصير عند النقطة هاي؟ لما يكون السليب هاي القيمة، شو وين بكون المحرك؟ الريتد تورك. الريتد تورك، بكون عند النقطة هاي. إذا معناها هاي المسافة هون ما بين السرعة السينكرونس والأسينكرونس هي 1.67 من ايش؟ نسبة من ايش هاي بحسبها؟ من سرعة من السينكرونس سبيد، تمام. إذا احنا بنقول عمالنا احنا لسه مش عارفين السينكرونس سبيد، خلينا اول شيء نحسب السينكرونس سبيد. السينكرونس سبيد على ايش راح تعتمد؟ ايش القانون تبعها؟ 120 ماشي، خلينا ناخذ 120 في ايش؟ في اف على ايش؟ اذا اخذت 120 شو بكون عندي في المقام تحت؟ عدد البول بي اللي هم اذا اخذت 60 بكون عدد البيرز اوف بول. اذا حتى احسب السينكرونس سبيد اذا ان سينكرونس بتساوي 120 ناخذ 120 ناخذ 120 في اف على هون ايش بحط وقتيها؟ عدد البولز بيرفكت مش عدد التيرز اوف بولز. قديش عندي عدد البولز؟ 4. اذا بصير عندي 120 مضروبه في 50 على 4. 120 في 50 120 على 4 30 في 50 ايش وحدتها هاي؟ هاي ار بي. ممكن احولها على ريدز بير سكند، بتحولها ريدز بير سكند. اذا السؤال بيقول لي انه هو لما يكون يشتغل على الريتد تورك السليب بكون قديش؟ هذا برسنتج، برسنتج اوف ايش؟ من اوف ذا سينكرونس. اذا عندي السليب يساوي 1.467%. اذا الان ريتد او الان اسينكرونس اللي بده يلف عليها الروتر شو بتساوي؟ يساوي 1 ماينس السليب مضروب في 1500 او نحط القانون بشكل صحيح 1 ماينس السليب مضروب في ان سينك ويساوي 1 ماينس السليب اللي هي تقريبا 1.5 بتكون حوالي 98.533 مضبوط 3.7 10.391 مضبوط. هذه بتكون عندي 1 ماينس هذه بتكون مضروبة في 1500 قديش بتطلع الجواب؟ 1478 78 هاي ايش وحدتها؟ ار بي ام. وين النقطة هاي 1478 هون؟ عند النقطة هاي. إذا هاي النقطة 1478 ار بي ام. إذا لاحظوا ما فيش فرق كثير ما بين الاثنين، الروتيتنج ماجنتيك فلكس على أي سرعة عمال بلف؟ 1500. الروتر لما يعطيني الريتد تورك على اي سرعه بلف 1400 بينهم بس 22 ار بي ام. نعم تفضل. دكتور دبليو وين؟ وات الوحده واتس وحده الباور الريل باور ها؟ وحده الريل باور ايش؟ واتس ايش وحده الابارنت باور او ال الابارنت باور ايش؟ في اي في الابارنت باور الرياكتيف باور ايش وحدتها؟ فار تذكروا المثلث؟ هذه هون الريل باور بي وحدتها واتس، هذه هون الرياكتيف باور او الايماجينري باور اظن وحدتها كيو او الرمز تبعها كيو وحدتها بار، وهون عندي اس اللي هي الابارنت باور وحدتها في، وهي الزاويه هي
فاي مش هيك وكوساين فاي بعدين البي وهذا تفضل دكتور بالنسبه للسلب احنا قلنا 1.46 بس هنا الريتد واحد ناقص اللي 1.4 ولا كيف؟ نعم الريتد واحد ماينس السلب بس الواحد هو عباره عن قديش كبرسنت؟ 100% اذا هي صارت 100 ناقص 1.46% انا هون رديت رجعتها لفراكشن زي ما بدك اعمل كانك تسميها 98.5% اذا بدك بصير البرسنت بقسم على 100 زي ما بدك فانا طرحتهم الاثنين من بعض يعني احنا عمالنا نقول انه السليب هو بس 1.5% اذا بقيه السليب قديش؟ 98.5% هاي 98.5% وهاي بس 1.5% يعني المحرك تقريبا ماشي على 1500 بس مش بالضبط لو انه مشي هذا الروتر على 1500 قديش التورك اللي بعطيني اياه كان؟ زيرو لانه بكون هون عند النقطة هاي ما فيش اللي تورك يعطيني اياه طيب هل بقدر انا اخذ من هذا المحرك تورك اعلى من الريت التورك تبعه اللي هون؟ هل بيقدر يعطيني تورك اعلى من التورك هذا؟ ممكن لفترة هون هو مش الريتد هو مش مصمم طول الوقت يعطيني هذا التورك لكن هل انا بقدر امشيه اخذ منه تورك اعلى شوي ويتحرك على هون؟ ممكن لفترة بسيطة ممكن ل 15 ثانية لو زاد عليه اللود شوي لفترة بسيطة مضبوط هو اعلى من التي ريتد بس انا ممكن اخذ منه شوي بس هو ما بصير يتصممه على هاي النقطة او هاي النقطة واضح وين بصممه؟ ما بصممه عند هاي النقطة لكن هل هو بيقدر ياخذ شوية اوفرلود لفترة بسيطة؟ بيقدر ايش اللي بصير؟ ليش ما بقدرش اخليه شغال طول الوقت على هاي؟ ايش اللي بصير فيه؟ الهيت هو المشكلة بيبدا من داخل يحمى فبيبدا يحمى بده العازل اللي موجود فيه عارفين اللكر بسموه لكر العاميين بالعاميه الفنيين هو الفارنش الماده العازله اللي بتعزل الاسلاك هاي بتبدا تتكسر تصير ناشفه بتبدا تتفتفت وبعد فتره اذا ضليت ممشي على سرعه عاليه بنهار هذا بصير في بريك داون وبصير في بريك داون اوف انسليشن بصير شورت سيركت بدي اوديه اعمل له لف من جديد واضح ولذلك ما بصير اشكره على باستمرار لفتره بسيطه ما في مشكله 15 ثانيه ما راح يلحق يحمى لفترات بسيطه ممكن ولذلك في احد الفيديوز اللي بنزل لكم اياها انا بعمل بلوتنج لهذا الكيرف من هون لهون بنضل بشكله من هون لهون لما بوصل لهون شو بصير فيه؟ خلص بوقف ما بقدرش يكمل ماشي واضحه اذا هاي اذا احنا هون بشكله على 1478 ار بي ام طيب لو انا ما حطيتش عليه الريتد لود اخذت منه تورك اقل شو بصير فيه؟ وين بيشتغل؟ لو انا ما اخذتش منه الريت التورك تبعه اللي هو محطوط هون الريت التورك هي 142 نيوتن متر لاحظ عند هاي الريت هذه قديش هون القيمه؟ 142 نيوتن متر طب لو انا اخذت اخف عنه اللود ما حطيتش عليه الفول لود كان ماشي لايت لود 40 نيوتن متر ايش راح يصير فيه؟ زيد سرعته وين راح يشتغل؟ راح يصير مثلا 142 اقسم 142 على 3 تقريبا 35 فلو انا مشغله هون ايش بتكون سرعته صارت؟ اقتربت من 1500، كل ما خففت اللود عليه بلاقي سرعته اقتربت من 1500، لكن ات ريتد تورك راح تكون سرعته 1478، ماشي واضحه هاي؟ الستارتنج تقريبا قديش شكله من هون؟ انا مش حاكي شيء هون عن الستارتنج، كثير من الاحيان بكون تقريبا ضعف. لاحظوا كيف الستارتنج وهذا مهم في المحرك، ليش؟ لانه مضبوط هو لما يوصل عند النقطه هذه بيعطيني 142 بس هو لما ببدا من ستارت مش بده يسارع السيستم وحتى يسارع السيستم مش بده تورك اضافي هذا التورك الاضافي بيساعده انه يسارع اللودز اللي موجوده بيتغلب على اللود اللي التورك هون وكمان في زياده عشان يتسارع السيستم بتسارع بعدين بوصل بيستقر عند النقطه هذه فالستارت المفروض يكون هذا سبب ثاني ليش انا ما بقدر اصممه لود هون او هون او هون بصيرش يكون اصممه للود قريب للستارت مش رح يقدر يعمل ستارت ماشي واضح الان اذا احنا طلعنا الان الان ريتيو حتى اعوضها هون بقدر اعوضها بشكل الحالي ليش؟ لانه هاي لازم تكون الريديانت بير سكند خلينا نحول هذا لريديانت بير سكند اذا اوميجا ريتد او اوميجا فول لود راح تكون 1478 كيف بحولها شو بعمل؟ بقسم على 60 وبضرب في 2 باي قديش بيطلع معنا؟ 150 54 0.7078 ايش وحدتها؟ راديانس بير سكند اذا هيك طلعنا جزء من المعادله اللي موجوده هون شو بدي كمان؟ ريت التورك، ريت التورك عندي يا هيو اذا هذا المحرك لما يكون يشتغل على الريتد نقطة الريتد هاي الميكانيكال باور اللي بعطيني اياها هي حاصل ضرب الريت التورك تبعه مضروب في الريتد سبيد اللي
الهيت اسينكرونس في الحالة هاي في هذا الرقم. إذا أنا بقدر أحسب الـ تي أوت، مضبوط تي أوت ميكانيكال اللي هي 142 نيوتن متر مضروبة في 154.78 قديش تطلع الباور؟ 21.78 شو اللي ترين؟ ايش سعه ايش اللي ترين؟ بالضبط شو بالضبط فيه؟ السلندرات، مجموع السلندرات مكان الاحتراق مش هيك؟ لكن لما تروح تفتح داتا شيت شو بقول لك هذه محركها سعته؟ بقول لك 1973 مزبوط؟ هذا اللي بنسميه نومينال اسمي. يعني لما بدي ابيعه مش معقول اقول للناس ايش رايكم تشتري مني محرك الريتنج تبعته 21 1978، بقول روحوا الناس تركوا روحوا مش هيك؟ خلص بقول لهم في عندي محرك 22 كيلو هاي نومينال، هاي بنسميها نومينال اسمي. اسمي الدقيق بالضبط هو هذا الرقم. لكن هذا ايش؟ اوتبوت. طيب الانبوت اذا قديش لازم يكون الانبوت باور؟ اعلى. لازم يكون عندي اعلى مش هيك؟ اذا المفروض اذا حسبت الان الكتريكال باور طلعت اقل في عندي شيء غلط، لانه هذا ما بين راح يودي الطاقه، هذا راح يستهلك طاقه، راح يروح الطاقه موجوده هون راح تروح كوبر لوسز وراح يروح عندي ماجنتيزيشن وايدي كرنتس مضبوط وفريكشن ويندج وكل الاشياء هاي عشان يتحرك هذا المحرك في اشياء ثانيه ضرائب لازم ادفعها قبل ما يتوفر عندي 22 كيلو. ولذلك المحرك لما بروح بشتريه ما بكون الريتنج تبعته هي الالكتريكال انبوت، شو بتكون الريتنج تبعته؟ الاوتبوت ميكانيكال. لانك انت بدك تشتري محرك بتقول لي انا شو بدي تحكي لي انه قديش هو باخذ منه؟ باخذ 23 كيلو. انا بدي اللي استفيد منه اللي بقدر استفيد منه فعليا هو حوالي 22 كيلو. ماشي؟ تفضل. الاوميجا ريتد كيف طلعت؟ اوميجا هاي اللي هون ريتد، اخذنا الان ريتد وحولناها لريدينز بير سكند، بس حولنا اليونتس، حتتحول يونتس بتقسم على 60 عشان تصير ار بي اس ريفولوشنز بير سكند، وحتى احول من ريفولوشن لريدينز شو بدي ايش بدي اضرب؟ الريفولوشن كم ريدينز؟ 2 باي مش هيك؟ فبضرب 2 باي، بضرب 2 باي بقسم على 60 فصارت هاي وحدتها ريدينز بير سكند، لازم لانه هاي المعادله مش صحيحه الا اذا هاي كانت ريدينز بير سكند. طيب نحسب هلا الانبوت الكتريكال باور، عندنا معادله الانبوت الكتريكال باور اللي هي جذر 3 في ال اي ال، انا معطيني بالسؤال معطيني انه في ال، واضح انه هاي ار ام اس ما بصير يعطيني بيك، وهذا احنا دائما في ال بنشتغل ار ام اس، هذا فول لود كمان ار ام اس عندي 441 وكوساين فاي قديش؟ 0.84. شو لازم يكون هذا الكوساين فاي لاجنج ولا ليدنج؟ الكرنت لاجنج. اذا هو اذا الكرنت لاجنج اذا الباور فاكتور ايش؟ ليدنج. لا لا الاندكشن موتور دائما ايش اللود بنعتبره؟ اندكتيف. والاندكتيف شو لازم يكون؟ لا مين بيعرف السينكرونس موتور ايش؟ ليدي كانه ببين كانه كباستر، هو ما في كباستر في داخله بس عمله ببين كانه كباستر، ولذلك هذا اختلاف اساسي جوهري ما بين الاثنين، الاندكشن موتور لاجنج لود، السينكرونس موتور ليدنج لود. ولذلك السينكرونس موتورز احيانا بنستعملهم حتى نحسن الباور فاكتور تبع مصنع او شيء، لانه معظم اللودز الثانيه لاجي. طب الترانسفورمر بحول لاجي ولا ليدنج؟ لاجي لاجي زي الاندكشن موتور. الاندكشن موتور والترانسفورمر بتشابهوا الى شكل كبير زي بعض، بالعكس حتى في ناس بيسموا الاندكشن موتور كانه روتيتنج ترانسفورمر نفس المبدا. اذا لاجي اذا هون عندي الكرنت لاجي 0.84. اذا بقدر الان احسب الانبوت الكتريكال باور جذر 3 في 400 في 41 او 41 كانت 41 في 0.84 ايش الوحده لازم تكون؟ واتس قديش؟ 23,860 70 63. اذا هذا واضح شو اللي هون، بقول انه انت لما تشغل هذا السيستم على الريتد تورك تبعه راح يسحب من السبلاي الكهربائي 23,860.73 جولز بير سكند مش هيك؟ لانه كل ثانيه عم بسحب كذا جول بير سكند وات، وراح يعطيني ميكانيكال باور مقدارها حوالي 22 كيلو وات. اذا الافشنسي تبعته هاي الافشنسي وين؟ على اي نقطه؟ على الريتد، مش صحيحه لكل اللودز. لاحظ هذا المحرك لو بطلت تسحب انت منه لود شو بتتوقع بيصير بالافشنسي؟ طيب ليش؟ من
كل الباور اوت لكن الباور اوت تقريبا زيرو مش عم تاخذ منه شيء بس انت لسه عم تدفع ضريبه شو الضريبه اللي بتدفعها عمال بلف هذا وبسحب كرنت وبعمل ماجنتايزيشن وفي فريكشن ويندج مش هيك اذا لما هذا بس ما استفدتش منه محرك عمال بلف على الفاضي الافشنسي تبعته بتنزل قديش تطلع على هاي الافشنسي لما بقسم هدول الرقم على بعض هذا الرقم على هذا الرقم 92.11 وهذا تقريبا تيبيكال للمحركات الكهربائيه الاندكشن موتور الاندكشن موتور حوالي 92% انا عمالي عندي النقطه هاي بس اذا حتى اكد هاي شو راح اعمل هذه هون اتريتد او 100% لود لما باخذ منه اللود تبعه هذا عماله بعطيني افشنسي مقدارها 92.11% دكتور يعني اول لود بزيد افشنسي سؤال كويس ما بعرف كيف تتغير يعني لما بطلع النقطة هاي مش هيك سؤالك ولا النقطة هاي هلا ما بعرف هي شو بصير فيها يمكن تتحسن الافشنسي بس عادة نحن في الكتب ما بنعمل حسابات هاي لأنه كنا عم نفترض إنه بصيرش يشتغل بصير في هيت لوس ما بعرف هلا الموديل إذا بدك تعمل الموديل الصحيح شايف كيف السيميلينك إحنا كنا نعمل السيميلينك أنت بإمكانك تعمل موديل تفصيلي في ناس أكيد يشتغلوا شيء زي هيك بعمل ثيرمال موديل للإندكشن موتور لأنه في أشياء كثير بياخذها بعين الاعتبار بده يشوف الحرارة وارتفعت الحرارة وتغير الكوبر مثلا هذا لكن بشكل عام بتعرف شو بتقدر تعملها بتقدر تعمله هذا اكسرسايز بالسيميلينك شفتوا الموديل اللي هذا بفرجيكم الموديل تبع الهاي كانت تعمل اكسرسايز بالسيميلينك ترفع انت التورك عليه بتشوف قديش بعطيك تحسب الكرنت والباور اللي داخل له والميكانيكال اوتبوت اللي طالع منه وتجاوب على السؤال هذا مشروع حلو